السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ انا دكتورة ريم الألفي معاكم، بدرس لكم مادة إدارة العلامات التجارية. انتوا عارفين المادة احنا اشتغلنا فيها عدد محاضرات لا بأس به، ومع ذلك بسبب الظروف اللي احنا فيها ان شاء الله انا هسجل لكم كل المحاضرات اللي فاتت علشان هذه تبقى عندكم المنهج كله متسجل. هبتدي بس اسجل النهارده محاضره جديده مختلفه شويه عن اللي خدتوه، ويمكن حاجات كتير كنا قلناها، لكن عايزه اطمنكم خالص. اولا كل المحاضرات اللي فاتت هتتسجل، هتبعت لكم متسجله. الحاجه الثانيه كل المحاضرات اللي جايه هتتبعت لكم متسجله. الحاجه الثالثه هرفع محاضرات مراجعه، يعني هنقعد نراجع على فصل فصل ونقول الاسئله والامتحان ممكن يجي فيه. الحاجه الرابعه بقى انا عايزاكم تطمنوا خالص وتشيلوا من دماغكم حكايه هنمتحن ازاي، هنيجي ازاي، هنروح فين، كل الكلام ده احنا مع بعض ان شاء الله ما تقلقوش خالص. طبعا لازم واحنا بنحط لازم تطمنوا ان احنا انتوا ولادنا، واحنا بنحط الامتحانات هنراعي تماما الظروف الصعبه اللي انتوا مريتوا بيها، علشان كده ما تقلقوش خالص، وهنراجع كل حاجه وكل كلمه باذن الله. هنشتغل النهارده ببناء قيمة العلامة من وجهة نظر المستهلك وبناء المكان المدركة. احنا كنا اتكلمنا في هذا الموضوع وتناولناه المحاضرة اللي فاتت، لكن هنشرحه بالكثير من التفصيل المحاضرة دي. طيب خلينا نقول ان احنا دلوقتي هنبتدي نشتغل على تحديد قيمة العلامة من وجهة نظر المستهلك. طبعا في مكتبي في الكلية، ويمكن تلاقوا بعض الخروشة بسبب الكمامة، لكن أنا حرصت أجي الكلية مخصوص وأسجل لكم المحاضرات عشان تعيشوا الأجواء. خلاص يلا، وعايزة أقول لكم إن أنا عايزة أطمن عليكم كلكم، طمنوني ويا رب تكونوا في أحسن حال. طيب بالنسبة لتحديد قيمة العلامة من وجهة نظر المستهلك، إحنا قلنا إنه قوة العلامة بتكمن في إنها تكون قوية وراسخة في عقول وقلوب العملاء، وبتظهر قيمة العلامة في استجابة المستهلكين لأنشطة التسويق. يعني إيه؟ يعني أنا لما أتفرج عن إعلان عن علامة تجارية أكثر شهرة مشهورة جدا وقوية جدا، غير لما أتفرج على إعلان على علامة تجارية ضعيفة. فبالتالي هي دي المصطلح، هو ده معنى المصطلح من حيث استجابات المستهلكين لأنشطة التسويق العلامة التجارية. طيب بالنسبة لمزايا التسويق للعلامات التجارية، طبعا بتحسن ارتباطات أداء العلامة، بتخلي الولاء أكبر. انا فاهمكم الحته دي مقصود بيها ايه. برضو عارفين يا اولاد لو عملنا 2 اعلان او 2 فلاير او 2 ايفنت لعلامتين تجاريتين، واحده لسه جديده مش معروفه وواحده علامه تجاريه قويه، مين فيهم انت هتتفاعل اكتر؟ انت ككلاينت كعميل هتتفاعل مع الاعلان اكتر، هتحفظ الاعلان اكتر، هتنتبه له اكتر. طبعا الاعلام الاقدم هتستجيب للاعلان وتنزل تشتري منه. طبعا اذا هنفترض ان هما 2 معمولين بنفس الجوده بنفس المستوى، انت دايما بتتفاعل مع العلامات التجاريه الاقوى وبتستجيب، عندك ولاء اعلى، عندك تاثر بالانشطه التسويقيه اكثر للعلامه التجاريه نفسها واقل للانشطه التسويقيه التنافسيه اللي هما المنافسين. طيب لو قلنا دلوقتي ان العلامة التجارية هي تراكم من الماضي والمستقبل، يعني انا عشت مع العلامة التجارية دي تاريخ طويل جدا. يعني بمناسبة بقى العلامات التجارية اليومين دول، انتوا عارفين الكولونيا بتاعت 3 خمسات اللي الناس كانت خلال 10 15 سنة اللي فاتت بيتريقوا عليها، اللي رجعوا كلهم اشتروها. انا بالنسبة لي هذه العلامة التجارية بتعني لي كثير جدا، اني افتكر ان جدي وجدتي الله يرحمهم كانوا على طول بيستخدموها بكثافه، فلما عودت استخدامها دلوقتي شعرت بكثير من المشاعر كده المختلطه. عشان كده بيقول لك قوه العلامه بتكمن في قلب وعقل المستهلك، مش في عقله بس الموضوع، مش عقل بس. طيب خلينا نقول العلامه التجاريه النظريه بتاعت كيلر، اهي اكر، النظريه بتاعت اكر. اكر قال ايه يا اولاد؟ أكر قال إيه؟ قال إنه العلامة التجارية يتم قيمة العلامة التجارية أهي، قيمة العلامة التجارية أهي، يتم بناءها في عقول المستهلكين أو العملاء وتنعكس على سلوكهم. دي أهم 3 كلمات في الكلام كله، قيمة العلامة يتم بناءها في عقول المستهلكين وتنعكس على سلوكهم، وهي وأبعادها هي الجودة
الوعي الارتباطات الولاء. اتكلمنا عن الارتباطات قبل كده واحنا بنشرح كيلر، فمصطلح ارتباطات وهنعيده دلوقتي تاني. واتكلمنا عن الوعي على فكره، انا قلت لكم الوعي يتشكل من حاجتين، التعرف والتذكر. التعرف والتذكر، يعني ايه التعرف؟ التعرف لما اشوف العلامه من بعيد خالص، فاكرين البيبسي اللي كان حاتم وحازم بيبقوا ماسكينها، الزرقاء اللي هناك دي بيبسي، دي التعرف. التذكر، يا اولاد اكتبوا اول 5 علامات تيجي في بالكم اذا افتكرتوا مياه غازيه، هتقوموا كاتبين اول 5 علامات، او حاجه تتشرب هتقوموا كاتبين اول. التذكر ان هي تيجي نمره واحد، التعرف والتذكر. اللي بعده الارتباطات شرحناها وهنشرحها تاني دلوقتي، فانا مش هتكلم عليها كتير. الجوده المدركه والولاء للعلامه ما اتكلمناش عليها قبل كده، بس خلينا نشرح يعني ايه الجوده المدركه. الجوده المدركه معناها وبشكل واضح جدا هي الجوده التي يفهمها العميل، الجوده التي يستشعرها العميل. يعني ايه؟ يعني انا عايزه اقول لك انه انا وعبد الرازق مثلا عمالين بنشرب حاجة أو بناكل بسكوت، فأنا أقول الله ده طعمه كويس جدا، وعبد الرازق يقول لا ده طعمه مش كويس. ليه بقى؟ أنا أدركت جودة هذا المنتج إن هو جيد، بينما هو أدركه أنه غير جيد. والسبب هو إيه؟ إن هو كل بسكوت أحسن منه فيراه غير جيد، بينما ده أنا أحسن بسكوت باكله. يبقى الجودة المدركة هو ما يستشعره العميل، وليس انتوا عارفين لما تحضروا محاضرة كلكم مع بعض، واحد يخرج من المحاضرة يقول يا دي محاضرة كويسة قوي انا فهمت كويس قوي، واحد تاني يخرج يقول انا ما فهمتش ولا كلمة من المحاضرة دي، واحد تالت يدخل يقول انا فهمت نص نص، واحد رابع يطلع يقول انا فهمت كويس قوي. يبقى كل واحد فيهم بيدرك جودة المحاضرة طبقا لمجموعة من العوامل، خلاص؟ ليست متعلقة بجودة المحاضرة فقط، ولكن متعلقة بأمور خاصة به هو شخصيا. يبقى الجودة المدركة هو ما يستشعره العميل نحو المنتج أو الخدمة. الوعي اتكلمنا عليه، الارتباطات هنتكلم عليها إن شاء الله later on هحكي لكم عليها، والولاء معناه هو الانتماء، هو الإبقاء على التعامل مع المنتج بشكل دائم. الإبقاء، الانتماء، الاستمرار في التعامل مع المنتج بشكل دائم. هذا بالإضافة إلى يرى أن العلامة لها أصول أخرى هي براءات الاختراع والعلامات المسجلة والعلاقات عبر قنوات التوزيع. عايز أقول لكم أن العلاقات عبر قنوات التوزيع لازم تبقى فاهمينها كويس جدا جدا جدا، لأنها من أهم الأمور المشكلة لقوة علامة معينة. بمعنى أنت عارف معناها إيه؟ لو أنا بشتغل في عملت عصير وسميته ريم، وانت بتبيع عصير جهينة، انت عندك مخزن بتشتري بكميات جملة من مصنع جهينة وبتروح توزع في متاجر التجزئة، وانا وانت دخلنا البقال صغير تقول له خد اعرض عندك عصير الجهينة اللي معايا، وانا اقول له خد اعرض عندك عصير ريم، هياخد عصير مين؟ هياخد طبعا عصير جهينة، لان هو هي دي بقى العلاقات عبر قنوات التوزيع. ان هو كراجل بقال الناس اللي هتدخل من الشارع هتطلب عصير جهينة مش هتطلب عصير ريم. فالعلامة التجارية القيمة القوية القديمة ذات الأصول القوية لديها علاقات قوية عبر قنوات التوزيع. هي دي بقى النموذج بتاع كيلر. بقى أنا عايزة أقول لكم يعني النموذج بتاع كيلر ده نموذج جميل جدا أهو، بيشرح بيقول إيه أهو، ده النموذج بتاع كيلر بيقول إيه. بصوا بقى، بيقول أن قيمة العلامة التجارية تكمن في الجودة المدركة. مش عارفة أعلم أنتوا يعني أهو أهي، تكمن في إيه؟ استنى، تكمن في إيه؟ بصوا، الجودة المدركة، الوعي باسم العلامة، يعني المعرفة، التعرف والتذكر، الولاء للعلامة، أصول أخرى لملكية العلامة أو لقيمة العلامة، وارتباطات العلامة اللي احنا شرحناها قبل كده وهنرجع نشرحها تاني. بيقول لحضرتك إيه بقى؟ بيقول لحضرتك الآتي، بيقول لك تمد المنظمة بقيمة، أهي المنظمة هذه الأصول تمد المنظمة بقيمة من خلال تحسين فعالية وكفاءة برامج التسويق. الحتة بقى اللي احنا شرحناها من شوية اللي هي ايه؟ تحسين فعالية وكفاءة برامج الايه؟ التسويق. الولاء للعلامة، الأسعار وهوامش الربح، ميزة تنافسية،
عايزة اقول لحضراتكم اللي احنا الكلام اللي احنا شرحناه من شوية يا ولاد، اللي هو بيقول ايه، بيقول انه يعني ايه فعاليات وكفاءة برامج التسويق. لازم تبقى فاهمها، لان انا ممكن ما اجيبلكش في السؤال بالشكل ده. هقول لك ايه: تتزايد استجابات المستهلكين للبرامج التسويقية بالنسبة للعلامات التجارية ذات القيمة المرتفعة مقارنة بالعلامات التجارية ذات القيمة المنخفضة. صح والغلط صح، لأن هو استجابة المستهلك لبرامج التسويق هي فعالية وكفاءة الإيه؟ برامج التسويق. طيب، يتزايد الأصول دي، الأصول دي بتسبب إيه؟ بتسبب الولاء للعلامة، شرحناه. الأصول دي بتسبب إيه؟ بتسبب إن أنا أقدر أرفع السعر. أنت عارف لما أروح لتاجر التجزئة، لما نروح للبقال، أنا عندي عصاير ريم وأنت عندك عصاير جهينة، وأنا بقول له خد اعرضه، يقول لي لا مش هعرضه، أقول له ده أرخص من جهينة، يقول لك تعالى اللي معاك جهينة، أنا هعرض جهينة، أقول له ده علبة عصير جهينة ب2 جنيه ونص، وأنا ببيع علبة عصير بتاعتي ب1 جنيه ونص، يقول لك لا الأسعار ده أسعاره ده زود أسعاره، يقول لك لا العميل بيجي يطلبه، العميل ما بيرضاش يجي ياخد العصير الرخيص بيخاف منه. فتقدر تزود يا بتاع جهينة الاسعار وتوصل علبة العصير ل 3 جنيه وهو ما عندوش مشكلة ان هو ياخد ويعرض، والعميل ما عندوش مشكلة ان هو يشتري. اخيرا الميزة التنافسية، طبعا بتمثل قيمة، لازم تحط في دماغك ان قيمة العلامة التجارية تمثل ميزة تنافسية. يعني ايه ميزة تنافسية بقى؟ يعني تميز عن المنافسين، يعني تعرف بالنسبة للمنافسين. طيب، نمسح بقى الشخبطة دي ونقول ايه؟ نقول انه كمان بتمد المستهلك بايه؟ بتمد المستهلك بايه كمان يا اولاد؟ بتمد المستهلك بالقدرة على تحسين ومعالجة المعلومات الخاصة بالعلامة، بالثقة في قرار الشراء. المستهلك بيبقى مطمن ان هو بيشتري علبة العصير الجهينة، انا لو ام هشتري علبة عصير جهينة حتى لو ب3 جنيه، لو لابني مش هشتري، لان في ثقة في قرار الشراء واطمئنان، الرضا عند الاستخدام. تمام؟ طيب، يبقى ده نموذج كيلر لبناء قيمة العلامة. نموذج أكر لبناء قيمة العلامة. يبقى لازم نبقى عارفين إن أكر قال إن قيمة العلامة التجارية تتكون من الوعي بالعلامة، من الولاء، من ارتباطات، من أصول أخرى لملكية العلامة، من الجودة المدركة، وهذه العوامل معا تساعد على أولا فعالية وكفاءة برامج التسويق، الولاء للعلامة، الأسعار وهوامش الربح، ميزة تنافسية، وهذه أمور أو مزايا للمنظمة، بينما المستهلك له مزايا أخرى هي تفسير ومعالجة المعلومات، الثقة في قرار الشراء والرضا عن الاستخدام. خلاص؟ طيب، معرفة العلامة. تعالوا بقى نتكلم عن فكرة الإيه بقى؟ الذاكرة، وتكون الذاكرة من الشبكة والعقد وبناء الروابط. وما معنى العقد اللي هي المعلومات المخزنة، ومعنى الروابط هي قوة الارتباط بين العقد، وروابط العلامات التجارية هي مجموعة من عقد معلوماتية مرتبطة بالعلامة، مرتبطة بالعلامة ها في الذاكرة. دي بقى اللي احنا كنا اتكلمنا عليها وقلنا انها دي الارتباطات اللي احنا هنشرحها كمان شوية بالتفصيل اكتر. خلينا نقول انه كيلر بقى الراجل العالم الجليل اللي اتكلم اكتر واحد قدم نظريات عن قيمة العلامة، بيقول ان مصدر قيمة العلامة هي المعرفة بالعلامة. هو بيسميها اولاد البراند نوليدج، البراند نوليدج التي تتكون من البراند اويرنس الوعي بالعلامة، والبراند ايمج اللي هي صورة العلامة. وصورة العلامة هي توليفة متنوعة من الارتباطات المقترنة بأحد عقد العلامة، اللي هي نقطة التقاء الوصلات العصبية التي تحمل الخبرات الإنسانية. احنا قلنا قبل كده ان انت مخ الإنسان عبارة عن مراكز عصبية موجودة بتمثل وبتشكل مراكز عصبية. في مراكز عصبية كده اسمها ايه؟ خاصة مركز الذاكرة. مركز الذاكرة ده يحتوي على نقاط، النقاط دي بتمثل تتلقى المعلومات عن العلامة التجارية. المعلومات دي زي ما بيقولوا كده ايه، بترتبط بعقد متواجدة عشان تشكل الذاكرة عن العلامة. انا قلت لكم من شوية ايه، انا فاكرة كولونيا 3 خمسات بظروف جدتي، باستخدام جدتي لها من الذاكرة، وترتبط هذه العقد ببعض بوصلات عصبية. الوصلات دي هي قوة ارتباطات العلامة ببعضها البعض. طبعا انا لما العمر جري بيا وما بقتش استخدمها وما بقتش اشوفها في المحلات ولا الصيدليات، وعندي بعض الحساسية فبطلت استخدمها، فاصبحت ارتباطاتها ضعيفة عندي، ارتباطاتها اصبحت ايه؟ ضعيفة.
خلاص. لكن طبعا لو فضلوا يعملوا اعلانات ويطوروها ويحسنوها ويقدموا منها منتجات جديده وروائح جديده ومختلفه، كانت الارتباطات فضلت قويه وقد فضلت متعلقه بهذا المنتج. بس انا الارتباطات اللي في دماغي في الوقت الحالي متعلقه بمين؟ غير متعلقه بالمنتج، ولكنها متعلقه بمين؟ بجدتي، بذكرياتي. تمام. خلينا نقول مع حضراتكم انه ادي الشكل اللي بيوضح نموذج كيلر اللي احنا شرحناه من شويه، اللي هو ان المعرفه بالعلامه عباره عن الوعي بالعلامه، صوره العلامه، استدعاء العلامه، ادراك العلامه، تمثل الوعي بالعلامه. احنا من شويه قلنا اهو ادي الاستدعاء، ثواني كده، ادي الاستدعاء اللي هي التذكر. الاستدعاء هو التذكر، اهو الاستدعاء والادراك، اللي هو التعرف على، دول بيشكلوا الوعي بالعلامه، بينما صوره العلامه هي عباره عن مجموعه ارتباطات، وهذه الارتباطات عباره عن ارتباطات عاطفيه، ارتباطات مرتبطه بالمنافع اللي هي وظيفيه، تجريبيه، رمزيه. يعني ايه؟ انا استخدمت الثلاث خمسات، بطلت استخدمها، هل بتمثل ليا وظيفة ما؟ هل هي فاعلة بالنسبة ليا؟ لا مش فاعلة. هل لها أي منافع رمزية عندي؟ آه لها منافع رمزية، اللي هي ذكرياتي. عندي اتجاهات إيجابية ناحيتها؟ آه عندي اتجاهات إيجابية ناحيتها. إيه الخصائص بقى المرتبطة بالمنتج؟ وهي خصائص بقى مرتبطة بالمنتج اللي هي ريحتها نفاذة، ريحتها قوية، ريحتها ليمون قوي، فيها كحول كتير قوي. انا بالنسبه لي بتهيج، يعني الحساسيه اللي عندي بتهيجها. لكن الخصائص غير المرتبطه بالمنتج انها بتمثل ليا ذكريات، يبقى هو ده التكوين بتاعها. طيب لازم تبقى عارف ان الارتباطات اللي بتتشكل عن العلامه التجاريه في ذهنك او في عقلك هي ايضا بتتاثر بتفضيل ارتباطات العلامه، بقوه ارتباطات العلامه. انا عايزه اقول لك لو كانت الشبراويشي اسمه الشبراويشي بتوع الثلاث خمسات والخمس خمسات، فضلوا يعملوا مجموعه من الاعلانات الضخمه ويطوروا العبوه بتاعتهم ويطوروا الروائح المستخدمه ويطوروها، كان زمانهم لغايه دلوقتي الارتباطات قويه. لكن الارتباطات ضعفت لان الارتباطات موجوده في صوره انواع مختلفه لكنها ايه؟ ضعيفه. تفرد ارتباطات العلامه هي بصراحة متفردة ولكنها ضعيفة، يعني ما فيش حد طلع الريحة شبهها دي قوي. هي متفردة وهي لها علاقة بالاتجاهات والمنافع لكنها ضعيفة وملهاش تفضيل عالي. عرفنا بقى ازاي كيلر بيتكلم عن النموذج الشكل ده، انا وريته لكم قبل كده، بيوضح ارتباطات ابل بالكمبيوتر.